قائمة، مباراة مفتوحة لكل النتائج. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، عملوها خلصوها وبأقدام نايس ميس سجلوها، انطلاقة ما بعدها انطلاقة، ويا لها من استفاقة. نعم 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 نعم، لم ينتصر لم ينتصر فريق الايفرتون على ملعبه على ارسنال من 7 سنوات. فرصة 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 كبيرة، انطلاقة لم يكن متسلل، استلام استلام وتحضير وتصويب، تصدى تشيزني ولكن جاءت المتابعة من الاسكتلندي نايس ميس ليتقدم ايفرتون 1-0. قلب خط ظهر فريق الارسنال عنده مشاكل في الاستلام في السيطرة في الضغط، رغم التواجد للظهير الايسر موريل مع غياب جيمس، ولكن الزيادة العددية لايفرتون، التواصل الجميل قافلين كويس برضو سميث، وبعدين ميرلاس الى لوكاكو يسجل، ارفعوا الاعلام ودقوا الطبول، لوكاكو يسجل اول جول، لقوا الطبول وارفعوا الاعلام، ايفرتون تعظيم سلام، الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، فرحت كل البلد. اي انطلاقه واي اختراقه، اي ايجابيه، اي كره قدم محترمه وحقيقيه، الله عليك، تسلم رجليك، انطلاق واختراق فتح في الارسنال شوارع وانفاق، ودائما ايفرتون يستفاق من خلال هذا اللقاء وهذه القيمة الكبيرة. إيجابية إيه؟ متعة إيه؟ تحضير إيه؟ هدف جميل، الله عليه، مش كده ولا إيه؟ 2-0 لإيفرتون، روعة، متعة، إصرار، حقق انتصار، يبحث دائما عن منصة الكبار، لوكاكو ورسالة لمورينيو. القوة دي نايس ميس نايس ميس، الثالث، ثلاثية تاريخية، أي إصرار يا إيفرتون، أي روعة يا إيفرتون، ثالث جول يا إيفرتون، بالطول والعرض سيطروا على كل الأرض، وبالعرض وبالطول بيسجلوا ثالث جول عن جدارة واستحقاق، فتحوا شوارع وأنفاق، فاستحق أن يكون جمهوره هو الأسعد، هو الأفضل، هو الأحسن. بالثلاثة إيفرتون يلقن الأرسنال درس جديد، درس قوي، درس قاسي. خطأ من ثانية، ولكن من هنا كانت البداية، كانت الانطلاقة، مساحات مساحات مساحات، شوارع وأنفاق. نعم 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 نعم، جمهور إيفرتون استفاق، والثلاثية تاريخية، وبعد غياب 7 سنوات يعود إيفرتون لينتصر على الأرسنال، وحتى اللحظة 3 نقاط من أغلى ما يمكن، من أغلى ما يمكن، اندفاع بدني كبير وتنظيم هجومي عظيم وضغط على أعلى مستوى وهدف من أجمل ما يمكن.